زارها مرة واحدة تبقى في ذاكرته دائما. إنها مدينة السحر والجمال، مدينة موسكو التي تحيي اليوم ذكرى ميلادها 877 ضمن فعاليات عامة تحييها السلطات الروسية. يشارك في هذه الفعاليات آلاف الأشخاص الذين يأتون من عدة مدن روسية، إضافة أيضا إلى عدد من السياح الذين يشاركون في الاحتفالات اليوم لمناسبة ذكرى العاصمة الروسية موسكو. السياح قبل المواطنين يصفون مدى جمال العاصمة موسكو، وأيضا يؤكدون على أن مثل مدينة موسكو لم يشاهدوا خلال سفرهم إلى عدة دول في العالم. نعم، المواطن الروسي يصف مدينة موسكو بأنها المدينة التي لا تنام، لذا هي المدينة الأولى لدى الشارع الروسي على مختلف المدن الروسية.